هذا سائل يقول: في بلدنا عباد القبور كثيرون، ولأجل عددهم بعض طلبة العلم يتوقون تكفيرهم. يقول: ولأجل عددهم بعض طلبة العلم يتوقون تكفيرهم، علما أن هؤلاء ينطقون بالشهادتين. ما يكفيهم نطق بالشهادتين وهم يعبدون غير الله، تبطل شهادة، تبطل إذا عبدوا غير الله. هذه نواقض من نواقض الإسلام. وأما كثرة المشركين في بلدكم، حاولوا جزاكم الله خيرا دعوتهم والبيان لهم، ولو لم يهتدوا كلهم، اهتدى بعضهم فقد حصلتم على أجر عظيم، ولو واحد، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.